العراق، حيث يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم على الرغم من الاستقالة المزمعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب، قائلين أن الاستقالة غير مقنعة. وتجددت التظاهرات بالأخص في مدينة الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفذته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا خلال اليومين الماضيين. طبعا وللحديث أكثر حول الشأن العراقي ينضم إلي السيد علي القيسي، وهو رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية، وينضم إلي من العاصمة الألمانية برلين عبر خدمة سكايب. سيد علي، الأحداث تتسارع الآن في العراق على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السياسي بحسب الأنباء الأخيرة في هذه الأثناء، وخلال كلمة يلقيها عادل عبد المهدي في البرلمان قدم استقالته بشكل رسمي، لكن هذه الاستقالة هل ستغير شيئا على أرض الواقع، بالأخص عندما نرى بأن المظاهرات لا تزال مستمرة؟ سيدي الكريم، هذا الاستهتار بمشاعر العراقيين وإهانتهم يعني مستمر بعادل عبد المهدي، كذلك الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حتى الآن. عادل عبد المهدي كان المفروض عليه أن يقدم استقالة للشعب واعتذار للشعب ويضع نفسه تحت تصرف القضاء. عادل عبد المهدي تسبب بأنهار من الدماء بالعراق، نحن نتحدث عن أكثر من 15 إلى 18 ألف جريح، نتحدث عن أكثر من 500 أو إلى 600 شهيد، نتحدث عن حوالي 10,000 معتقل، أكثر من 120 مختطف ومختفي. هذه جرائم ارتكبت في العراق. عادل عبد المهدي يريد يختزل كل هذا الأمر من خلال استقالة أو من خلال، ثم أن البرلمان جزء من المشكلة. ما قال أن الشعب العراقي يعترف بالبرلمان؟ أساساً البرلمان أتى بانتخابات مسيسة ومنقوصة، وكلنا يعلم أن انتخابات 2018 العراقيين سحبوا اعترافهم ولم يشارك في هذه الانتخابات سوى نسبة تقل عن 14%، والدستور العراقي يقول أن نسبة المشاركة على الأقل يفترض أن تكون 20 كما هو معمول دوليا. عادل عبد المهدي لا زال يعتمد على الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري وعلى الملثمين وعلى سرايا قاسم سليماني، وهذا خطأ كبير. نعم، لكن سيد علي القضية، وعذرا عن المقاطعة، القضية لا تقتصر على عادل عبد المهدي، وأنت تعرف بأن الشعب العراقي هو عمليا يطالب بنظام سياسي جديد يتجاوز كل هذه المنظومة الطائفية، خاصة وأن رئيس الوزراء يتم تعيينه في الفترة الحالية من خلال توافق الكتل البرلمانية الكبرى. سيدي الكريم، ثبت أن هذه الكتل البرلمانية الطائفية لا تمثل أي من المكونات الشعب العراقي. الشيعي لا يمثل الشيعي، والسني لا يمثل السني. الشارع قال كلمته، نحن أمام جيل عراقي جديد يريد أن يبعث ويكون ويؤسس لعراق جديد، عراق مستقبل، عراق بعيد عن الطائفية والعفن الطائفي والولاءات والانتماءات الحزبية التي مزقت العراق. نحن أمام 1200 مليار سرقتها هذه الأحزاب. عادل عبد المهدي الآن يتشبث في هذا الأمر، وإحالة الاستقالة إلى البرلمان وسيلة مماطلة. نحن والشعب العراقي والعالم كله الآن يطالب بإنهاء هذه العملية السياسية المسيسة وبناء عملية سياسية بعيد عن المحاصصة الطائفية والمسميات الحزبية والعمائمية. وصلت الفكرة. سيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق، كنت معي عبر خدمة سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك.